السلام عليكم. حاليا نحن راكبين قطار متوجهين الى زرمات لبدء جولة التزلج ان شاء الله. نشوفكم على خير. نحن الحين وصلنا زرمات وطبعا الجو جميلة. الجو شو؟ كم درجة حرارة احمد؟ ماينس أربعة. وهذه هي زرمات مثل ما انتم ياسين تشوفونها خلفنا. مدينة جميلة أو قرية جميلة في قمم جبال الألب، وطبعا إن شاء الله بناخذكم في جولة فيها، فابقوا معنا. زرمات ما فيها سيارات، والسيارات الوحيدة اللي فيها اللي تشوفونها في الخلفية، خلفية الصورة، اللي هي السيارات الكهربائية. مدينة تحافظ على جمالها وعلى طبيعتها وعلى هدوءها، وطبعا الآن موسم تزلج، فبتحصلون كل اللي يمشون شالين المزلاجات ولابسين بشكل يعني واضح جدا يقيهم شر البرد القارس، باستثناء ربيعنا أحمد البيرق اللي يحليله يعني ما سوى احتياطه بشكل واضح. أحمد راوي الشباب، بس انت شو لابس؟ مدرع. مدرع بس البنطلون والله انه سايرين اعلى قمة جبال الألب التابعة لسويسرا. طبعا احنا وصلنا الحين القمة الجبلية الثلجية في زرمات اللي هي مثل ما تشوفون في الخلفية، هذا الجبل الشهير في زرمات اللي هو طبعا موجود على الشوكليت. الجو ممتع والشمس صافية والناس طبعا تتزلج، إلا أنا وصاحبي أحمد البيرق.